اليوم نحن في حملة شوارع معا من أجل شوارع أجمل، وهذه الحملة تستهدف شوارع المنطقة. وكيف ما تشوف أنت بعينك يعني نظفنا تو اليوم عند الجزيرة، وإن شاء الله الحملة مش هتوقف هنا بس، من في شوارع شخرة من شارع الشارع يعني، وإن شاء الله من هنا وناخذوا السنتر بتاع البلاد ونبنخشوا جوا شارع المستشفى، يعني المناطق الحيوية في المنطقة. وهذا تعاون معنا فيه شركة الخدمات ورجال المرور وهيئة السلامة الوطنية، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله.